عم يطلب منا سيادة العميد نفتح الطريق. يا سيادة العميد هذا فتح الطريق. على جثتنا بينفتح هذا الطريق، على جثتنا بينفتح، مش حيفتح الطريق. هكذا باءت محاولة قائد الدرك العميد الياس السعادي لفتح طريق ظهر البيدر بالفشل. الطريق الدولي قطع منذ 8:30 صباحا من قبل أهالي العسكريين بالإطارات المشتعلة والأتربة. يا دولتنا كانت الكرة بملعب غيرك امبارح، بس الكرة اليوم بملعبك أنت. فإذا ما عندك استعداد تعرفي تلعبي بهاي الكرة عمالي معروف أعطيها لغيرك. بدنا خلية نحل للحل، بدنا خلية حل، ما بدنا خلية أزمة، لأنه هاي الأزمة صلى بهاي البلد 30 سنة وبعدها ما انحلت. عند ساعات الظهر نصبت الخيم في وسط الطريق، وفيما ترددت معلومات عن نية بعض الأهالي زيارة جرد عرسال للقاء جبهة النصرة، كما فعلت زوجة المخطوف علي البزال، لوح البعض الآخر منهم بتحركات قد تشكل خطرا على سلامتهم، محملين الدولة مسؤولية ما قد يحصل. قررنا الاستمرار بقطع الطريق في نقطة ظهر البيدر على أن نعلن لاحقا الخطوات التي سنصعد بها، ومنها خطوات قد تشكل خطورة على حياتنا كأهالي. كل شيء وارد، ومستعدين مش بس نروح على رسالة، مستعدين نروح على جوا كمان، وعلى رومي وعلى القصر الحكومي وعلى وين ما بدكم. كل شيء مفتوح قدامنا وكل شيء وارد في سبيل غايتنا اللي هي قضية كل لبنان. ما في طلع على الجرد، لا لا في تحرك تاني، ايه بس مش على الجرد. يعني على الجرد انا اخذتهم على الخطر على الموت، يعني ما انا كنت فوق بارد، فأكيد مش على الجرد التطور التاني. امتى؟ بكرة إذا الله راد، بكرة، لأنه ما بعد في وقت، الوقت عم يدهمنا ودولتنا مش عم تعمل شيء، نحن اللي حنعمل. ليس التحرك الأول لأهالي العسكريين المخطوفين ولن يكون الأخير، فقرار التصعيد بوجه الحكومة اتخذ والعودة عنه غير واردة على الإطلاق.